كل كورتيزون. هاي كلها يا جماعة الخير بتساعد في اهتراء المفصل وبتخليكم ما تشعروا في الألام لفترة محددة. وهاي إنه ما نشعر في الألام معناته بنوقف عن الحركة، بنوقف عن المشي، وزيادة الخشونة والغضاريف بتهتري والعظام بضعف، فما في حل. الحل هذا اللي بدي أقول لكم إياه، هذا أفضل شيء. يعني بتبلشوا في الحلول، أول شغلة في عملية النقع، نقع الرجلين في المياه الساخنة، ووضعوا يا أخي المحلول هذا من كأس ملح، كأس من الخل، مغلي من الأعشاب هذه، نعنع، زعتر، ميرامية، بابونيا، جيانسون، اغلو موجود عندكم في الجوارير، وحطوا فيها المياه هذه، وحطوا جريكم فيها المياه هذه لمدة نص ساعة، مرة مرتين في اليوم، أفضل شيء الفترة الصباحية، اعملوا حركات بسيطة مع المياه الساخنة، هذا حيخفف ألام القدم اللي عندكم، ألام مسمار العظم، هذا حيريح القدمين، راحة القدمين أساسية من راحة الركبة، وهذا حيخفف الاحتقانات وحيخفف الدوالي وحيعالجكم الألام الحادة اللي موجودة في البطاط والنمنمة والخضران وكل التروية الدموية ومشاكل الأعصاب اللي بتنزل من الظهر على الرجلين ومشاكل ضعف العضلات ومشاكل خشونة الركبة وخشونة القدمين. هاي الألام المزمنة كلها في هالشغلة البسيطة بتخففوا من الأعراض بشكل كبير وبتريحوا راسكم وبتزيدوا من إفرازات السيروتونين، هاي هرمونات السعادة. وكون بحدكم محطوط بريك شاي، نعناع، زعتر، بابونج، ينسون، والجهة الثانية يكون عندكم مي وليمون وتضلكم تشربوا كاستين ثلاثة. هذا هو خطة علاجية مع تمارين، هاي جلسة العلاج الطبيعي المائي الهيدروثيرابي. بعدها بعمل هالزيوت اللي حاطينها مما هب ودب، الوصفات العلاجية بها الزيوت، زيت الزيتون مضاف له، ممكن تضيفوا حب الرشاد المطحون هذا الأحمر، هذا فعال جيد للألام، لتخفيف حدة الألام ولتغذية المفصل. مش بدكم زيوت تزيتوا، هاي تفضلوا زيتوا، حطوا هالزيوت هذه واعملوا المساج. فممكن تضيفوا النعناع كويس المطحون، بس تضيفوه على الزيوت هذه، الزعتر كويس المطحون تضيفوه على الزيوت هذه، الكركم المطحون اللي موجود عندكم في البيت حطوا ملعقتين، وحطوا معه دائما الكركم نص ملعقة من الفلفل الحار اللي تزيد عملية الامتصاص للجلد للمواد هذه اللي موجودة ضد الالتهابات وضد الأكسدة في الكركم. تسعة وتسعين في المية منكم حيشعر في الألام هذه إذا كان عنده ألام في الظهر أو الفترة الصباحية، بحط جري فيها المياه الفاترة مع الملح والخل دقيقة، بعمل تمرين على الشمال وبعدين ببدل على الجهة اليمين وبكمل في التعليمات هذه وفي التمارين لمدة ربع ساعة، هذا حيخفف الألام. أن نعيش ببساطة، نسلق بيض وبطاطا، نسلق بيض وبطاطا، ما هي قلة مصاري، جيبي مليان فراطة، جيبي مليان فراطة، عمدة ما سلم عمدة، بالغرة شابك وردة، بالغرة شابك وردة، أسأل عنه وينساني، قلبي دايب ما ودة، قلبي دايب ما ودة. قلت لك يا أيوه هديك لا تجنينه، والهديك لا تجنينه، يحسس ويلي في غبشة، والنوم حال بعينه، والنوم حال بعينه، عمده ما سلم عمده، بالغرة شابك وردة، بالغرة شابك وردة، أسأل عنه وينسى. The cha-cha shimmy, the wow-wow shimmy, the how-how shimmy, the now-now shimmy, the ooh. Mr. Chow, you finally hitched. That was a wedding that I would... أكيد 99% من المتابعين تعوني بحبوا البيض، وخصوصا البيض البلدي.
طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو البيض البلدي اللي لازم نتقيد ونسأل عن المصدر. المصدر من هالدجاج البري الكويس اللي عايش على الطبيعة بحماية الديك، طبيعة خالية من كل الملوثات، يأكل من حشاش الأرض أو المتواجد في هذه الأرض الطيبة. هذا الدجاج يتعرض لأشعة الشمس وينام ويفيق مع أشعة الشمس، يعني الهرمونات تاعته مرتبة بشكل جيد، وفي عنده مقاومة لأنه في مناعة قوية، لأنه بتعرض للبكتيريا، لأنه بتعرض للجراثيم، ولأنه عايش بقدرة المناعة تاعته. إذا مرض وما قدر يقاوم هذه الأمراض فحيموت. ففي هاي الحالة مش حنحتاج لأدوية اللي نساعده، لأنه هذا الدجاج بري. فبنأخذ في هاي الحالة البيض اللي بنحكي عن فوائده الجمي، مش البيض المزارع، البيض اللي يأكل أعلاف غير صحية، البيض اللي منتج من دجاج 24 ساعة تحت الإضاءة، يعني لا ينام ولا، ووظيفته الوحيدة فقط إنه يبيض بيضتين في اليوم، مش بيضة واحدة كالمعتاد، ولا يتعرض للشمس ويأخذ المبيذات ضد الأمراض. وهذا هو اللي بعطيه المشكلة هذه، إنه بيكون قليل في المواد الغذائية. طبعا البيض يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات اللي يسهل امتصاصها بشكل سريع وتحويلها لبروتينات لبناء العظام، لبناء العضلات، الكتلة العضلية، لبناء الأغشية المفصلية، لبناء السائل المفصلي، لبناء الغضاريف. بدنا البروتينات الجيدة. الكولين اللي هو ضروري جدا، مادة موجودة 100 جرام في كل بيضة بنوقدها. الكولين لصحة العين، لمنع الجذور الحرة، وخصوصا في المناطق العينين والمناطق العصبية، مسؤول رئيسي في عمل التوصيلات العصبية هذه اللي تنقل الإشارات العصبية في الجهاز العصبي، واللي هي بتكون الكولين بيكون محفز ومادة رئيسية ل قوة الأعصاب. يعني أي واحد لتقوية الذاكرة، لتنشيط الدماغ، بدنا هذا الكولين، وبدنا البروتين الجيد والكوليسترول الجيد اللي هو صحة الدماغ من صحة الكوليسترول. وبالنسبة للكوليسترول، الكوليسترول اللي موجود في البيض بزيد كمية الكوليسترول الجيد في الدم اللي هو الHDL، وهذا بيساعدنا على تخفيف نسبة الجلطات. هلأ طبعا كديش الكمية اللي نأخذها، 4 بيضات 3 بيضات في اليوم، هذا بيكون كويس كتير. أنا وأنا صغير كنت أخذ 6-7 بيضات في اليوم مثلا بعمر 5-6 سنين، وهذا اللي قوى الجهاز العصبي وأعطاني القوة هذه إنه أتابع. فالبيض مفيد، بدكم تأكلوا سلق من 7 دقائق ل 15 دقيقة حسب الطعم والراحة.